بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بالنسبة لي هو سؤال يتجاوز المجال السياسي إلى مجال فكري وثقافي، ثم مناقشته تكون باستحضار البعد الاجتماعي والتراثي، ثم ما تسمح به المرحلة من إمكانات مشاركة المرأة في هذا المجال. أيها الحضور الكريم، لم يكف الفكر الإنساني عن طرح أسئلة الذات، والمرأة جزء من الكيان البشري الذي بالفعل يطرح أسئلة حول علاقته بالفضاءات الزمانية والمكانية والاجتماعية والثقافية. لذلك فإن الإهانات السياسية للمرأة من الأسئلة التي تكتسي صبغة الراهنية عبر مسار التحولات المستمرة وإلحاحيته الآن أشد في سياق تتداخل فيه معطيات عامة وخاصة، معطيات دولية ووطنية ومحلية، معطيات استصحبناها في تاريخنا وفي تراثنا وفي ثقافتنا. إذن في سياق هيمنة الآخر أيضا وسعيه المستمر لجعل نموذجه هو المهيمن والمطلق والكوني، حشد لهذا إمكاناته واستيلاءه على المنتظم الدولي، وكذلك تمكنه من توظيف التقدم التكنولوجي الذي تزخر به هذه المرحلة، مما يستدعي منا وعيا يتضمن وعيا يضمن للذات علاقة إيجابية بالزمن الذي تعيش فيه. سياق آخر هو سياق الربيع الديمقراطي، وقد اختصرت علينا ظلاله كثيرا من المتاعب وكثيرا من الجهود ضمن مرحلة ليس لنا فيها سوى خيار المصداقية، وهي مرحلة لا يمكن أن تنخفض فيها مشاركة المرأة عما مضى. فبموجب منطوق المادة 19 من الدستور والمادة 288 المكررة من قانون الانتخابات والمادة 14 استبدتي من الميثاق الجماعي، ليس لنا إلا أن نقبل على هذا المجال على عالم السياسة، ولكن مسلحات بأدواتها بعلومها بمعارفها، ولكن أكثر بالتجربة النضالية التي ينبغي بالفعل أن تكون حاضرة. أقول هذا وأنا أستحضر أن كثيرا من الكائنات السياسية قد أتت بها بعض الأحزاب من شواطئ كابونيغرو لتسمع لآخر لحظة أن اسمها قد ورد في لائحة الفائزات في الانتخابات التشريعية. إذن فالمرأة موضوع لهذه الأهداف المطلوبة تحقيقها، هي موضوع لأنها تعيش الهشاشة في الوقت الذي يهيمن فيه الرجل في مجال التنمية، هي الأقل حظاً في التأهيل الحقوقي والسياسي باعتبار السبق التاريخي للرجل، وإذ لم يكن لولوج المرأة المجالات اجتماعية واقتصادية الأقل المطلوب في المجال السياسي ومراكز القرار التي ظلت من نصيب الذكور، في ظل هذه المعطيات تنتصب أمامنا أسئلة عميقة
حول البنية المستقبلة لولوج المرأة حومة السياسة وتفاعلاتها مع الخيار الجديد، وحول إمكانية تجاوز الزمن الدائري وإنتاج فعل سياسي بصيغة المؤنث في ظل النسيج الاجتماعي والثقافي القائم. وهذه أيها الحضور الكريم لحظة لإعمال النظر في منهج الاشتغال ومرجعياته وطرائقه والتمثلات المؤثرة للذات والآخر. فالانطباق الذاتي سيحشرنا في دائرة مغلقة يلفظنا به سياق التغيرات المتسارعة خارج التاريخ، كما لا يمكن أن نفهم الذات على ضوء الصورة التي ينتجها الآخر. لم يعد إذن بالإمكان أن نتوارى للخلف، وأهم الخطى الاطلاع بالتأطير المطلوب في هذا الشأن لمواجهة الذاكرة الكامنة في غامض الوعي المضخمة للعادات والسلوكات والتمثلات. إنه التحدي الحقيقي مواجهة اللغط والتبرم عليه بالشجاعة المطلوبة برصد مسؤول لمتطلبات المجتمع الحديث دون إلغاء للثوابت. نحتاج إذن إلى صبر لا يدركه حصر لتنطلق قافلة النساء ضمن بنية تضمن هذا الحق، بل هذا الواجب، مع مراعاة الحق في المغايرة الذي يعد أساسيا في قيم الديمقراطية. وفي هذا المجال أشير إلى موضوع المماثلة التي تصر عليها بعض الحركات النسائية والتي لا تتماشى مع طبيعة الإنسان. إذ لا يكفي أن تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1979 للتأكيد على الكرامة الإنسانية للمرأة لتحل المعضلة وتتمتع بكل الحقوق المدنية. تمت مجموعة من الجهود في هذا المجال. فعلى مستوى مدونة الانتخابات تم تخفيض سن الترشيح من 23 إلى 21، وهذا مكتسب، وإحداث دوائر انتخابية إضافية وتخصيصها بمقتضى الميثاق الأخلاقي الذي اتفقت عليه الأحزاب لرفع من تمثيلية النساء في الجماعات المحلية وفي المؤسسة التشريعية. كما تم إحداث صندوق لدعم وتشجيع التمثيلية النسائية. على المستوى التشريعي تم تعديل الميثاق الجماعي لينص على إحداث لجنة استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص، وإقرار مبدأ التخطيط الاستراتيجي التشاركي المبني على مقاربة النوع. وتم إعداد دعائم وأدوات لهذا تجدت في أفلام وكتيبات ووصلات تفسيرية لمدونة الانتخابات بمشاركة القطاعات الحكومية والمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات ووسائل الإعلام الوطنية والدولية. لكن على الرغم من هذه الجهود، على المستوى التشريعي يظل التعاطي مع الديمقراطية متأرجحاً، وهذا هو الذي يتطلب نقاشاً حقيقياً. يظل متأرجحاً تتجاذبه الجهات المتحكمة في مفاصل الدولة للحفاظ على منظومة الدولة التقليدية، مدعماً بمنهج الفكر التقليدي الضارب في أعماق المجتمع. وكذا حداثة سمح لها أن تضع قدمها في هذا الحق التقليدي مع ضمان مواقع امتيازية لها، وصرنا نعيش شرعيتين مختلفتين تتعايشان في سياق واحد. وإذ لم تلحق الهزيمة بأي منهما، فإن المرأة في هذا المخاض تدفع الثمن الغالي لكلا الخيارين. إشراك المرأة بهذه الجرعات المكثفة في المرحلة الأخيرة أرهقها أكثر مما يفيدها، تماما كجسم يترقى منشطات يمكن أن ينهار في لحظة من اللحظات القادمة لوجود معوقات بنيوية. إذن أقول هذا الكلام حين تم الإتيان أو سحبت الكثير من النساء التي لم تكن لهن تجربة في المجال النضالي ولا حتى في المجتمع المدني،
وجيء بهن في لوائح الأحزاب ليجدن أنفسهن يتمتعن بمناصب تعتبر وظيفة تتقاضى مقابلها مبلغا ماديا دون أن تكون مستحقة لها ولو بنصيب من تاريخ النضال الذي يمكن أن ينسب لها بشكل من الأشكال. إذن فالدستور متقدم جدا عن الحياة السياسية والبنية الفكرية والاجتماعية متقدم جدا عن الحياة السياسية والبنية الفكرية والاجتماعية للمجتمع، أيضا متخلفة. الدستور متقدم ولكن البنية الفكرية والاجتماعية للمجتمع متخلفة عنهما. إذن إن شئنا أن نشخص وضعية مشاركة المرأة السياسية فهي في كثير من الأحيان كانت إن شئنا أن نقول من بين الحلول التي لجأت إليها الدولة لتجاوز التوعكات السياسية والسعي لتحقيق نقاط على مستوى مؤشرات النمو الملزمة دوليا بين كماشتين، كماشة المجتمع التقليدي وكماشة التحدي الملزم للتفاعل الإقليمي والدولي، إذ العالم يتحرك نحو الغرب كما بشر به فوكويام. إننا أمام تحديين كبيرين، الأول ثقافة المجتمع كفاعل وكمتغير وكمحتضن لدور المرأة في الحياة السياسية، الثاني التحولات الكبرى المطروحة في خيارات ما بعد 25 نوفمبر 2012. في ظل هذه الوضعية يجدر بنا فتح نقاش حول الاحتمالات الفعلية لإيجاد مشاركة سياسية تتناسب مع هذه المرحلة. والواقع أنه في الدول الغربية التي حازت السبق وما تزال، فإن المرأة والأسرة تجد نفسها خاضعة لعواقب الحضارة الذكورية. بالرغم من إشراك النساء لفترة غير يسيرة، ظل حضورها هشاً بحكم بطء تغيير البنية الثقافية حسب ما أكده علماء الأنثروبولوجيا في هذا الشأن. المطلوب إذن تغيير الوعي الجماعي وإثباته أن شفرة السياسة لا تعجز النساء، والعمل على دمجها في المخيال الشعبي عبر برامج إعلامية واستراتيجية تربوية والتأطير الحزبي ومختلف مؤسسات المجتمع المدني. إن الشرعنة الواقعية هي ما ينبغي أن تتكاثف فيه الجهود. إذن قلنا أن هذه الشرعية ينبغي أن تتجلى في تدرج المرأة في سلم السياسة لتجاوز وضعية بئيسة سلمت فيها المناصب السياسية كامتداد لفضاءات الاستجمام كما سبق أن أشرت. مرحلة الكوطة لم يعد لها مبرر اليوم، صار لزاما العمل على إنجاز تنافس منصف وفوز مستحق. إننا أمام مرحلة تتطلب مزيدا من التأهيل للمرأة لاكتساب المهارة والمعرفة والتجربة للاطلاع بدورها السياسي، ولسنا مضطرات كنساء لخوض غمار السياسة بدون علم كما فعل كثير من الرجال، وتكرار تجربة السياسيين الأميين أو السياسيين المترفين بعائد النفوذ السياسي. المطلوب اكتساب التجربة في لحظة غدت فيها المؤهلات العلمية مشاع بين الرجال والنساء. إلى جانب التأهيل لا بد من رزمة من الإجراءات مما هو تنظيمي وقانوني. لا بد من رفع تمثيلية النساء في الهيئات الحزبية. حزب العدالة والتنمية مثلا تشكل النساء 20% في الهيئات التنظيمية، وتعمل منظمة نساء العدالة على تقوية هذا الحضور وهذا الأداء. القطع لا بد أيضا من القطع مع الريع والإلحاق الوطني، على الأقل لا بد أن تكون اللوائح جهوية، أو فيما تبقى لا بد أن تكون اللوائح للنساء للتنافس النساء على المستوى المحلي، وليس الجهد المطلوب لبناء المجد أكبر من الجهد المبذول في قبول البؤس. وشكرا.